محمد حلمي هو شاب مصري ترك الهندسة ليتفرغ للكوميديا. اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بسرعة البديهة ومواقفه الارتجالية المضحكة. يرى على انستغرام سهام أو تيك توك بيتابعوا مئات الألاف، ومن أشهر مقاطعه فقرة أسئلة عاطفية وإجابات نارية، فيها يجيب على أسئلة المتابعين بردود ساخرة. يعمل حلمي الآن في مجال الإعلانات وهو مؤدي كوميدي، قدم أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، آخرها طبعا عرضه في مهرجان دبي للكوميديا الجاري حاليا. محمد حلمي ضيفنا اليوم في صباح العربية. يعني الحمد لله كلنا متفقين ان الرد الطبيعي على سؤال عاملين ايه هو الحمد لله كويسين، صح؟ طيب ليه بقى ممكن اروح اسال بنت اقول لها عامله ايه تقول لي حلوه؟ ليه حبيبتي؟ دي حاجه انا اللي حددها، ده رايي ما تخدنيش. والاوحش بكتير ليه ممكن اروح لراجل اقول له عامل ايه يقول لي حلو؟ ليه يا معلم بتقلقني ليه؟ ليه يا جماعه ليه بقينا بنرد غلط وبنتكلم غلط؟ احنا من كتر الكلام الغلط بقى عندنا مصطلحات بتاعتنا احنا بس. يعني احنا الشعب الوحيد اللي مقتنع ان السمنه على العسل دي حاجه حلوه. عاملين ايه مع بعض؟ بقوا شبه السمنه على العسل، ايه القرف ده؟ انت كده بتطمني؟ انا ليه؟ الحمد لله في الاستوديو مسرع جدا الهواء احنا الهواء استوديو ستاند اب كوميدي محمد حلمي. محمد يسعد صباحك. من الهندسه الى الكوميديا، كيف ليش ولماذا؟ كيف ليش ولماذا؟ دخلت هندسه عشان جبت مجموع كبير قوي في ثانويه عامه، ما كنتش حاسس ان هي في باشن تجاهها، وكنت مع الهندسه ان بارلل كده شغال في الكوميديا، بعمل ستاند اب وبعمل فيديوهات، وحسيت ان في وقت معين لازم انط من الهندسه عشان اتفرغ شويه للكوميديا واركز في هذا الكارير. بس الكوميديا هي شيء انت يعني مهتم فيه منذ الصغر، كنت صاحب النكته بالعيله مثلا ما بين الاصحاب اللي بيضحك الجميع؟ yes. خالص، ودي حاجه غريبه قوي، خالص 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 حتى الان. مش معقول؟ طب خفه الدم او هذا الحس الفكاهي ممكن يجي بوقت فجاه هيك يهبط على الانسان؟ معقول؟ لا مش شرط، بس هو مش شرط تكون اكتر واحد بتضحك في القعده، مش شرط تكون اكتر واحد بتضحك في العيله، بس ممكن يكون عندك سنس اوف هيومر كده ساتل لذيذ انت بتحاول توظفه صح. ده اللي حصل. بدها ذكاء، بدها ذكاء كبير على فكره، موضوع انك تقدر انك تضحك. طيب اللي شافوك يا محمد ياخذوا عنك انك تملك مواقف ارتجاليه سريعه وسرعه بديهه مو معقوله في الكوميديا، شو السر؟ مش عارف، حاسس ان هي ممكن تكون موهبه سنه، وانا ما بحاول ارمي نفسي كده، ما بقلقش يعني، انا بحب دايما اجرب، ليه لا، يلا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، يلا انتراكت مع جمهور مثلا في المسرح لو في لايف شو، ما اعرفش هيقول لي ايه ونشوف ايه اللي ممكن يطلع. والناس بتتبسط قوي من رد الفعل السريع حتى لو في المسرح، عشان بيحسوا ان هو طالع دلوقتي حالا، فانت تمام، انت ما كنتش محضر ده، فانت جينيولي فاني كده، انت لذيذ. طيب محمد نشوف مقطع لك حتى الناس يفهموا علينا شو عم نحكي. حببني فيه قال لي ايه ده؟ انا ما كنتش اقصد، كنت فاكرنا صحاب بس. ساره ايه ده؟ ليه حبيتيني؟ احنا بنتكلم 14 ساعه في اليوم بس. ايه ده؟ اكتشفت اني مصاحبه اتنين صحابي، فعملنا جروب على واتساب وعملنا ونشاه ستيكرز. ايه القسوه دي؟ ستيكرز؟ هو للدرجه دي؟ انا قلت عملت ونشاه شاورما، لكن ستيكرز؟ ايه الانتقام ده؟ مرتبطين وبتقول لي يا فندم وحضرتك. رنا انا بحبك. وانا يا فندم والله بحب حضرتك جدا. يا بنتي بحبك. يا فندم والله وانا كمان. اسمحك نقفل العلاقه. محمد، بالغرب هناك محاذير، الستاند اب كوميديانز في محاذير دائما بيتحدثوا عنها ما بيقربوا لها، موضوع العنصريه، موضوع الدين، الا اذا كانوا يعني بيتمسخروا او يعني they're making fun على نفسهم. بالعالم العربي عندنا نفس المحاذير ام انها تختلف ام انها اكثر بكثير، بما انه يعني احنا يعني في عندنا خصوصيه اجتماعيه وثقافيه معينه؟ لا يعني في ريستريكشنز اكثر بكثير، في محاذير عندنا في الوطن العربي اكثر بكثير. وبره زي ما انت قلتي طالما هو بيتكلم عن نفسه مفيش مشاكل، لا عندنا برضه لو انت بتتكلم عن نفسك فانت عندك ريستريكشنز وعندك حاجات ما ينفعش تتكلم فيها. مبدئيا دين، جنس، سياسه، انت ما ينفعش تقرب لهم خالص، سواء في مصر او في الوطن العربي اعتقد. ثلاث محاذير. ثلاث محاذير. دين، جنس، سياسه. دين، جنس، سياسه. ولو ده حصل، لو اتكلمت في حاجه زي كده. كتير شغلات على فكره. اعتقد دول مينلي دول مينلي الستاند اب كوميدي، دول الثلاث مواضيع اللي انت هتعمل عليهم فاني ماتيريال وتطلع تتكلم فيهم. بس
احنا بنحاول نشوفها شويه ان هي تشالنج، مش بنقول لا احنا تحدي اكبر مقيدين. تحدي ان هو انت شايلين منك ثلاث حاجات، حاول تضحك من غيرهم. فالموضوع بيكون تشالنجينج لذيذ كده. لفتني اسئله عاطفيه، اجوبه شو؟ ناريه ناريه. يس. بدات اسئله ده كانت بالصدفه البحته، كل الناس بتقول كده. بس هي فعلا كانت بالصدفه. انا كنت بعمل فيديوهات من زمان جدا، بعدين وقفت شويه، بدات لايف. وانا عايش في اسكندريه، تمام. فمن الطريق من القاهره لاسكندريه جربت مره اعمل اسئله، فاي بوستد طلعت لذيذ. طب شو الاسئله العاطفيه مثلا اللي ممكن؟ لا ده بيجي لي اسئله كتير. تضحك؟ لا زي ما انت شفت. والاجوبه الناريه؟ لا يعني مثلا كل الاسئله دي مبدئيا الناس في الاول كانت بتسال اسئله بجد قوي، بعدين تاني مره قلت لهم جماعه بقول لكم ايه، يلا نهزر بقى، طالعين نهزر. فالناس بدات تأفور شويه في الاسئله عشان يشوفوا رد، يشوفوا رد لذيذ. لا والناس الصراحه يعني انا الناس اللي عندي على السوشيال ميديا انا دايما بقول لهم كده ان هم ماي سوشيال ميديا فاميلي. احنا بجد بنطلع نهزر مع بعض، هم عارفين طريقتي في الهزار، هم بيساعدوني في ده ان هم بيسالوا اسئله لذيذه جدا جدا. شو الموضوعات اللي من خبرتك اكتشفت انه هاي اللي بتلقى رواج؟ لانه حتى يعني تلقى رواج بكل العالم العربي، في تفاعل كبير، بتضحك الناس عن جد. لانه انت لما تفكر ب السنس اوف هيومر او حس الفكاهه، على فكره هو بيختلف من بلد لبلد ومن ثقافه لثقافه حتى داخل العالم العربي. بصي اكتر حاجات بتكون كومن الريليشن شيب ماتيريال، العلاقات. بس هقول لك على حاجه، والمرأة بالظبط والعلاقه الراجل والمرأة وكل الكلام ده. بس هقول لك على حاجه، هو هاو تو بي ريليفنت، او ازاي تبقى الناس اللي قاعده في الجمهور. انا بتكلم على الستاند اب مثلا، اللايف بيرفورمانس. لما انت تكون بتقول حاجات الناس اللي قاعده حست بيها او مرت بيها، هيضحكوا اكتر وهيضحكوا بسهوله اكتر. اكيد. واتس فاليد ان انت تتكلم في اي حاجه انت عايزها، بس كل ما كنت بتتكلم في حاجه هم مروا بيها اكتر، كل ما الضحك هيبقى اسهل بكتير قوي. بس سو فار على السوشيال ميديا ريليشن شيبس از ذا بيرفكت ماتيريال. هون السؤال. استقطبت الاف ومئات بعدين المتابعين، بتعتقد بسبب وقفك الطريفه، سرعه بديهتك، ولا لانك تاخذ وترد معاهم انك تجاوبهم؟ اعتقد ميكس بين الاثنين. يعني عشان الناس زي ما انت لسه قايله، الكوميديا السنس اوف هيومر بيختلف تماما، وذوق الناس بيختلف تماما. فهو في ميكس كده، في ناس ما بتعملش انتراكشن خالص، وفي ناس بتموت فيها، وفي ناس بتعمل انتراكشن والناس بتموت فيها. فهو ميكس كده لذيذ. اعتقد ان انا الحاجه اللي مخليه الناس عندي وبتعمل لي فولو ان انا وهم بجد احنا اصحاب. كل الناس اللي عندي زي ما قلت لك احنا سوشيال ميديا فاميلي، احنا بعيشهم معايا كده ما وراء الكواليس برضه. حلو فيك انك تخلي الناس دايما سعيده ومبسوطه. حابين انه كان يزين صباحنا بشويه ضحكات، ولكنه بخيل على ما يبدو. تعالوا احضروا بقى، تعالوا احضروا عليها على السوشيال ميديا، احضروا لايف الذ بكثير كمان. استنى. ثانك يو سو ماتش. ميرسي. ثانك يو. شكرا.